بعد إعلان تشكيلة أعضاء اللجنة الدائمة ولجنة الحكماء برئاسة القيادي يربو النافع، ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين يخلد الذكرى التاسعة لتأسيسه، حاملاً شعار مسيرته الماضية المطالبة بالإصلاح العقاري والقضاء على العبودية العقارية. وطالب الرئيس الجديد بضرورة فهم وثيقة الميثاق التي حللت واقع الحراطين واقترحت الحلول للقضاء على الغبن والتهميش. تمسكنا وتطلعنا بمضامن ومحتويات وثيقة الميثاق بوصفها شملت كل التوجهات الموضوعية لحل مجمل المشاكل الوطنية، مع تأكيدنا على الانفتاح أمام الجميع ومواصلة مختلف أنشطتنا من أجل إحقاق الحق وانتزاع الحقوق بمختلف أشكالها. رئيس الميثاق السابق العيد المحمد أكد على شمولية رسالة الميثاق، مشيرا إلى أن الموريتانيين اتحدوا على وطنية قضية الحراطين، كما ندد بما وصفه تقاعس الحكومة عن تطبيق قانون الإصلاح العقاري. أن تعود اليوم هذا الملف العقاري اللي تكلمنا عنه واللي من 1983 موريتانيا عندها قانون، ما بين حكومات موريتانيا كامل متواطئ عنها ما تنفذ. ما نقدر نعود عندنا الفقر والغبن والتهميش، وعندنا موريتانيا تشري غذائها من الخارج، وعندنا مادة تختار تزرع التراب وتختار تعود لها ملكيتها. إذا قضية الحراطين من هذا المنظور ما هي قضية مكونة ولا هي قضية فيها ولا هي قضية شريحة، هي قضية الوطن بصفة عامة. لن تنحل مشاكلها، هي دورة الحل ياسر مشاكل الوطن. أعلن عن تأسيس ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين سنة 2013 بمبادرة من حقوقيين، غير أن الميثاق لم يخرج من صدمة غياب المؤسس بالهيئة التي تركه عليها. فبعد وفاة الرئيس الأول للميثاق محمد سعيد الهمدي، بدأ الصراع على القيادة يعمق هوة الخلاف بين قيادات.